السلام عليكم، عاملين ايه يا رجاله؟ النهارده في ايفنت جامد جدا نزل زي ما انتم شايفين معايا. احنا في شهر الاول، شهر يوليو، ماشي، من 7 يوليو لحد 31 يوليو، الشهر اللي احنا فيه ده. حلو، نزل 6 روبونات، ماشي، 6 روبونات زي ما انتم شايفين معايا. اول 3 دولت هنعمل مهمات عشان ناخدهم، والثلاثة التانيين دولت هيفضلوا على طول، بمعنى على طول اللي هيفضلوا موجودين على طول تقدر تعملهم في اي وقت. هنشرح كل روبون واحدة واحدة. اول روبون اللي هو الروبون ده اللي انتوا شايفين معايا، بيقول لك العب 50,000 بيت في اللعبة. من ساعة ما انت عملت الايميل لازم تلعب 50,000 في اللعبة، ماشي، 50,000 جيم، ماشي. والتاني بيقول لك هات 500,000 كل في اللعبة، من ساعة ما انت عملت الميل لحد دلوقتي هات 500 كل، ماشي. والتالت بيقول العب 5,000 بيت جوست مود. بيت جوست مود كلنا طبعا عارفينه، تلعبه 5,000 مرة. ودولت التلاتة، اول تلاتة اللي احنا قلنا عليهم اللي هم هفضلوا على طول، يعني براحتك عايز بتعمله في اي وقت، عشان دول طبعا صعبين فبياخدوا وقت طويل، فمش هتقدر طبعا تخلصهم في شهر ثلاثة، فدولت براحتك يعني مع نفسك كده، ماشي. والثلاثة التانيين زي ما انتم شايفين مهمات ايه، الاولانا هيبدا من 7 يوليو لحد 14، هتخلص كل المهمات دي زي ما انتم شايفين معايا، كل المهمات دي، ماشي. الايفنت ده اللي هو الروبون دوت بادئ من النهارده يا جماعه، ماشي، هتلعبوهم كلهم. والتاني هيبدا من يوم 15 لحد يوم 22، تلعب برضو مهمات، 3 مهمات هتلعبهم. والتالت هيبدا من 23 لحد يوم 31، وهتلعب برضو كل المهمات دي عشان تاخده، ماشي. 3 روبونات حلوين جدا يا جماعة، يعني ساعدوك جدا. بس هو ده كان شرحنا، اتمنى يكون شرح عجبكم. ما تنسوش اللايك وتعملوا زر السبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.